السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم نبذة على قصر فيرساي او لو شاتو دو فيرساي. هاد القصر العريق اللي كيتواجد بدولة فرنسا وبالضبط على مقربة من مدينة باريس، الذي بني سنة 1623 من طرف المهندس الفرنسي لويس لوفو، وانتهت يعني البناء ديالو انتهى سنة 2017 بعد احد العمليات ترميمية وواحد يعني واحد الديكور اللي عطى واحد الجمالية، أن هاد القصر العريق يبقى من التراث العالمي لمدينة فرنسا وكذا على المستوى الأوروبي. اذا كيف ما كتشاهدوا امامكم قصر فيرساي او لا بالفرنسيه لو شاتو دو فيرساي، كنذكر بانه متواجد على مقربه من مدينه باريس عاصمه فرنسا. فقولوا لنا في التعليق اسفل الفيديو كيف جاكم هاد المعلمة التاريخيه اللي كتعتبر من اعرق المعالم على المستوى الاوروبي، وبطبيعه الحال بالجماليه ديالها وبالهندسه اللي كانت قبل يعني القرن 14 والخامس عشر واخرها 16 اللي فاش تبنى يعني القصر سنة 1623. وشكرا على المتابعة ديالكم.